نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. الجيش السوري وحلفائه يحررون أحياء السكري والشيخ سعيد والفردوس جنوب شرق حلب ويتقدمون في حيي بستان القصر والكلاسة. عائلتك وين؟ أهلك وين؟ ورا الحبة. حبيبي لا لا حبيبي لا حبيبي. عشرات العائلات تنجح في الهروب من إرهاب داعش في الموصل والحشد يحرر قرى على طريق تل عفر. الجيش الليبي يغلق كل المنافذ أمام المسلحين في حي قنفودة غربي بنغازي. وفي النشرة أيضا، الليبيون في بنغازي يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف برغم دعوات التيار السلفي إلى منعها. إذن نستهل هذه النشرة المفصلة من الأخبار من التطورات الميدانية في حلب. حرر الجيش السوري وحلفائه أحياء السكري والشيخ سعيد والفردوس جنوب شرق حلب بالكامل ويتقدمون في حي بستان القصر وفي اتجاه حي الكلاسة إثر مواجهات عنيفة. كما يستهدف الجيش السوري وحلفائه بكثافة مواقع النصرة والجماعات المسلحة في الكلاسة وبستان القصر، وردت هذه الجماعات باستهداف الأحياء الأمنة والمحررة. جنود الجيش وقوات صقور الصحراء داخل حي الشيخ سعيد، الحي الذي يعتبر بوابة تقدم الجيش إلى آخر معاقل المسلحين جنوب شرق المدينة، نجح الجيش في كسر خطوط دفاع مجموعاتهم عنه. منطقة الشيخ سعيد كان المسلحين، عم قول إنه كانوا المسلحين معتمدين عليه بشكل كلي، هو خط الدفاع الأول من المنطقة الجنوبية، ولذلك بعد ما انهار منطقة الشيخ سعيد لاحظنا إنه انهيار كامل، وأكيد هلا المسلحين في حيرة من أمرهم، الحلول القادمة عندهم أكيد مغلقة. تمهيد جوي ومدفعي مكثف استهدف مواقع النصرة والزنكي في الشيخ سعيد، شاركت فيه المقاتلات الروسية باستهداف نقاط تمركز المسلحين على مشارف الحي. تداخل الأبنية مع الأراضي الزراعية أمر استفاد منه المسلحون طوال سنوات في إنشاء أكثر من خط دفاعي عن مواقعهم. السيطرة على منطقة الشيخ سعيد تفتح للجيش جبهات جديدة باتجاه العامرية والجهة الجنوبية من صلاح الدين وسيف الدولة، تضييق للخناق من الجنوب مع استمرار الضغط على السكري وبستان القصر شرقا. سيطرة الجيش السوري على حي الشيخ سعيد كسرت أهم خطوط دفاع المسلحين عن أحياء المدينة الجنوبية آخر معاقلهم في حلب، سيطرة ستؤمن للجيش تقدما سريعا باتجاه بستان القصر والكلاسة، كبرى معاقل المسلحين في القسم الجنوبي من حلب. مجد ليلى من مشارف حي الشيخ سعيد جنوب حلب لقناة الميادين. مصدر عسكري رفيع أكد للميادين أن الجيش السوري وحلفائه يضيقون الخناق على المسلحين في القسم الجنوبي من الأحياء الشرقية لحلب، وبحسب المصدر فإن المسلحين محاصرون بمساحة 5 كيلومترات مربعة، أي 2% من مساحة حلب، فيما حرر الجيش السوري وحلفائه 98% منها. مراسلنا رضا الباشا دخل نفقا حفره المسلحون بطول 500 متر يصل بين حارات حلب القديمة، وأكد أن النفق الذي وجد تحت مزار ديني حفر بتقنيات حديثة وبدقة عالية، واتخذه المسلحون حصنا منيعا خلال السنوات الماضية ليقيهم من استهداف الطائرات والصواريخ. طول هذا النفق يتجاوز 500 متر، مزود بالحمامات، غرف المنامة إضافة إلى غرف العمليات، أيضا يتجاوز مزود بمستودعات للطعام إضافة إلى فتحات للتهوئة، من الواضح بأنه محفور بطريقة حديثة، إضافة إلى الأفرع لهذا النفق على اليمين وعلى اليسار. طبعا كل شق من هذا النفق اليميني أو اليساري كمال يصل إلى أحد أحياء مدينة حلب. من هذا النفق
هو جهز وحفر من أجل إيصال الجماعات المسلحة بشكل كامل إلى كافة نقاط المدينة القديمة، مع ضمان عدم قدرة الجيش السوري على استهداف هذه الفصائل المسلحة، لأنه يصل بين أقصى شمال المدينة القديمة مع أقصى جنوب المدينة القديمة الأثرية في مدينة حلب. ولكن على ما يبدو بأن انهيار الجماعات المسلحة داخل مدينة حلب والخشية من التقدم المتسارع للجيش السوري والسياسة التي اتبعها الجيش السوري في محاصرة الجماعات المسلحة داخل المدينة القديمة في حلب هي التي دفعت هذه الجماعات للخوف والانكفاء من هذه المنطقة والانسحاب باتجاه الجهة الجنوبية للمدينة خشية الوقوع في حصار الجيش السوري. تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من البابا فرانسيس لدى استقباله السفير البابوي في دمشق الكاردينال ماريو زيناري. وكالة سانا السورية قالت إن البابا فرانسيس عبر في رسالته عن تعاطفه العميق مع سوريا وشعبها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، كما أكد إدانة الفاتيكان لكل أشكال التطرف والإرهاب، ودعا إلى تضافر جهود الجميع لوضع حد للحرب وعودة السلام إليها لتبقى كما كانت نموذجا للعيش المشترك بين مختلف الثقافات والأديان. شدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على أن هدف الحكومة هو تقليل عدد الضحايا من القوات الأمنية والمدنيين في معركة تحرير الموصل. العبادي وخلال تفقده قواطع عمليات قادمون يانينوى أكد أن المعركة ستحسم قريبا، مشيدا بالقيادات الأمنية والعسكرية العراقية وبالتضحيات التي يقدمونها من أجل تحرير الأراضي. إلى ذلك حررت قوات الحشد الشعبي قرية أم الشبابيط الاستراتيجية والمشرفة على طريق سنجار تلعفر، وحرر الحشد كذلك منطقة تل الأسقع شمال غرب ناحية تل عطا وقرية أبو سنام الشمالية. يأتي ذلك في إطار استئناف قوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية ضمن محور مناطق غرب تل عفر لاستكمال تحرير القرى والمناطق واستعادة شبكة الطرق التي تربط غرب الموصل. نحن الآن في منطقة الاشتباك مع مسلحي داعش عند مجسر المثنى، وهذه الكمائن التي تنفذها القوات العراقية بعمليات تسلل تجريها في مناطق داعش، واضح جدا أن التنظيم يحاول استهداف العوائل التي تحاول مغادرة مناطق تواجد مسلحي داعش في مناطق الاشتباك. عمليات الإعاقة التي يجريها التنظيم تتمثل باستهداف هذه العائلات بقذائف المورتر وكذلك بالقنص. هذه العوائل طبعا تحاول الخروج من مناطق داعش واحتلاله للفيصلية والدرقزلية ومنطقة سوق النبي يونس. العوائل وهي تصل صوب القطعات العسكرية العراقية في مناطق الاشتباك وتحاول أن تهرب من مناطق تواجد مسلحي داعش. ما هو شعورك؟ ولا شعوري، قالوا أنتم مرتدين وضربونا بالهوانات، هسه عوائل عندها خطأ مشتولين. يا منطقة خجري السادة. الحمد لله. شنو شعورك أنت طلعتي من مناطق تواجد داعش؟ الحمد لله طلعنا بالموت، كانوا يضربون علينا هوانات، طلعنا الحمد لله يا ربي نجيتنا، الحمد لله يا ربي. صار لنا أسبوع أسبوع والله العظيم فوقنا يقتلون، دمرنا. إذن واضح جدا أن هذه العائلات وهي ترفع الرايات البيضاء في إشارة لتحركها باتجاه القوات العراقية، هي تتحرك من منطقة السادة باتجاه القوات العراقية المحررة لمنطقة حي النور ضمن المحور الشرقي لمدينة الموصل. أنا صار لهم سنتين ما شايفيني، ثلاث سنين. أنا محمود من الجزرونية، محمود الشرابوي، أسلم على أهلي وقرايبي وأقول إحنا طلعنا من جريدة السادة، كنا وحد جريدة السادة. شنو اللي صار بالمنطقة؟ هاونات قامت تقع، قصفونا بالهاونات. عائلتك وين؟ أهلك وين؟ ورا الأب. حبيبي لا حبيبي وينهم؟ طلعوا أو بعد؟ طلعوا خلاص قول يا الله.
خلص طلعوا البس البس برجلك. اذا رد الفعل لدى الاطفال وهي تعيش اجواء صعبه جدا الهروب من منطقه الاشتباك ومحاوله اعاقه مسلحي داعش. وين ماما وين بابا؟ اذا مشهد معثر. العوائل وهي تجتمع في مناطق امنه من محور شرق الموصل. عبد الله بدران الميادين. رأى أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن هناك مساعي غامضة بتحرك خارجي لشق الصفوف الموحدة للشعب العراقي وزرع الفرقة بين أبنائه. موقف شمخاني جاء خلال استقباله رئيس التحالف الوطني العراقي السيد أعمار الحكيم، حيث أكد أن العد العكسي لبدء نهاية المجموعات التكفيرية وحلفائها في العراق وسوريا بدأ، ويجب الاهتمام بمحاربة جذورها وداعميها الإقليميين. أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم حكما بالسجن لتسع سنوات بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان، والذي أدين بعدة تهم بينها ترويج لتغيير النظام بالقوة. وكان قد حكم على سلمان في تموز يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام، وفي أيار مايو الماضي شددت محكمة الاستئناف حكم السجن إلى 9 أعوام. نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ حسين الديهي قال إن تثبيت الحكم على الشيخ سلمان جاء على مرأى ومسمع الحليف البريطاني، وبعد أيام من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للبحرين. ورأى الديهي أن الحكم على الشيخ سلمان يؤكد تعاظم الأزمة السياسية وابتعاد السلطة عن إرادة شعب البحرين، مشيرا إلى أن الأهداف السياسية من هذه المحاكمات غير العادلة ستفشل. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتقال 3 أشخاص وامرأة على علاقة بالهجوم الإرهابي على الكنيسة البطرسية. موقف السيسي جاء خلال تقديم العزاء بالشهداء. شاب دخل الكنيسة اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، اسمه محمود شفيق محمد مصطفى، وفجر نفسه داخل الكنيسة. عنده 22 سنة وإحنا قبضنا على 3 زائد سيدة وناقص 2، 3 زائد سيدة اتقبض عليهم. احنا هنخلي الاعلام يطلع دول. امبارح طول الليل بيجمعوا جثة محمود شفيق محمد مصطفى، ده اللي عمل العمل ده بحزام ناسف مش بشنطة ولا اي حاجة تانية. وطالب السيسي القضاء المصري والحكومة والبرلمان بالتحرك بشكل حاسم، ولفت الى ضرورة تعديل القوانين. القضاء مش هيقدر يتعامل مع المسائل دي بالحسم اللازم بالطريقه اللي احنا ماشيين بيها. قوانين تعالج المسائل دي بشكل حاسم، تعالج المسائل دي الارهاب ده بشكل حاسم. كل من يعني يستهدف المساس بامننا وامن بلادنا وانه يؤذي اولادنا واحبائنا، لا مش هينفع كده. هذه النشرة مستمرة وفيها مناورات برية وجوية إيرانية واختبار لصواريخ اعتراضية جديدة. أهلا بكم من جديد. دعا وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي إلى إعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب منذ عام 94. الإبراهيمي أكد أن الخلافات بين الجارتين تظل عائقا كبيرا في بناء اتحاد مغاربي، وشدد على ضرورة وضع ملف الصحراء الغربية الذي يشكل بؤرة توتر بين البلدين جانبا. كما دعا الجزائر والمغرب إلى استنساخ تجربة الهند الصينية من خلال تجاوز الخلافات بين البلدين. أغلق الجيش الليبي كل المنافذ أمام المسلحين في حي قنفودة غربي بنغازي، وذلك بعد ساعات من انتهاء مهلة خروج المدنيين العالقين في وسط الحي. المتحدث باسم القوات الليبية الخاصة قال في تصريحات إعلامية قال إن المسلحين يتخذون من العائلات دروعا بشرية بعدما منعوا أفرادها من الخروج، وأكد أن قيادة الجيش لديها خطة جاهزة للتعامل بحذر مع المسلحين المتحصنين بالمدنيين.
المندوب الليبي السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي قال إن الخارجية البريطانية بدأت حملة لتوجيه القرارات المرتقبة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولا سيما فيما يتعلق بليبيا. الدباشي وعبر صفحته الرسمية على الفيسبوك قال إن الحملة التي تقوم بها الخارجية البريطانية بالتعاون مع جهاز المخابرات الخارجية تسعى للوقوف في وجه الأصوات المطالبة بإبعاد مارتن كوبلر، بعدما ثبت لليبيين ولعدد من أعضاء مجلس الأمن أنه غير قادر على الخروج عن إطار الاستراتيجية العامة لبريطانيا وأمريكا في ليبيا، متهما إياهما بإدارة الأزمة بطريقة تضمن استدامة الفوضى. شدد شيوخ سلفيون في مدينة بنغازي الليبية على أن الاحتفال بالمولد النبوي يخالف تعاليم الإسلام، مطالبين السكان بالامتناع عن إحياء هذه الاحتفالات، دعوة لم تلقى على ما يبدو استجابة. صور عن الاحتفالات في المدينة في التقرير التالي. على أهازيج مولد الهادي يهدأ الرصاص في ليبيا، تستكين الأنفس وتتوحد القلوب. هنا في منطقة الكيش على الأطراف الجنوبية لبنغازي شرق البلاد، خرج العشرات يحيون العادات التي ألفوها أبا عن جد وألفها جل الشمال الأفريقي. لا حاجة لقمر ينير ليل المولد النبوي، فما يوقد من مصابيح وفوانيس وشعل احتفالية كفيل بأن يومي إليك بأنه نور الصبح في سكن الليل. هذه العادات متوارثين نحن من ابائنا ومن اجدادنا ومن مئات السنين، وليست بدعه نحن دايرينها، وبعدين هذه بدعه حسنه، بدعه طيبه، يعني ان الناس تحتفل بمولد النبي، عاد نحتفلوا بمن؟ الليبيون في بنغازي ربما لأول مرة يجدون أنفسهم يبررون احتفالهم بالمولد النبوي، ذلك أن خطبة الجمعة الماضي شدد شيوخها من المنتمين للتيار السلفي على أن هذا الاحتفال مخالف لتعاليم الدين الإسلامي وأنه لا يجوز الاحتفال بالمناسبة، لكن لا يبدو أن هذه الدعوات وجدت صدى لها. نحتفل في منطقة الكيش بذكرى المولد النبوي الشريف، عاد الله علينا بالخير واليمن، وإن شاء الله الانتصار لمدينة بنغازي وتحرير ليبيا بالكامل. الأزياء الشعبية والأطباق التقليدية والحلوى والشموع مع جلسات الحضرة واستذكار سيرة النبي الكريم حضرت كأن خطبة لم تلقى وكأن صوتا لم يدع لإخفاء هذه المظاهر. وإن اختلفت جماعات على تسميتها مسمى البدعة، فقد يكون حسن النيات مطهرا لهم من أن تحسب عليهم ضلالا. ومعنا من القاهرة الكاتب الصحفي الليبي محمد السلاك. أهلا بك أستاذ محمد. نسأل بداية حول هذا التقرير، لابد أن حضرتك سمعت ما ورد فيه حول أن هناك شيوخ سلفيين دعوا إلى عدم إقامة أو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على أساس أنه بدعة. إلى أي مدى يستطيع هذا التيار السلفي أن يؤثر في الشارع الليبي، أو ما هو مدى تأثيره في الشارع الليبي باختصار على هذا الجواب لو سمحت؟ مساء الخير وتحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة الميادين. يعني هناك تيارات متباينة، تيارات دينية متباينة في ليبيا، وهو أحد هذه التيارات وجه هذه الدعوة. هذه الدعوة لم تلقى قبول، لأن يعني الناس بطبيعتهم والليبيين بطبيعتهم أيضا يعني لا يحبون أو يرفضون مسألة الإملاءات، وبالتالي هم شعروا بأن الطريقة التي وصلت إليهم بها هذه الدعوة أو هذه النصيحة، سميها ما شئت، كانت بطريقة فيها نوع من الإملاء، وكانت ردة الفعل أن الكل يعني ضعف من مظاهر الاحتفال وأظهر يعني حتى صور له أثناء هذه الاحتفالات وغيرها من الأمور، وبالتالي يعني لم تلقى هذه الدعوة رواج نتيجة للأسباب المذكورة. طيب، أيضا في بنغازي كان من المفترض أن يكون هناك مهلة لوقف إطلاق النار بغية إخراج المدنيين من حي قنفوضة قبل الدخول إليه وإخراج الجماعات المسلحة والاشتباك مع الجماعات المسلحة من قبل الجيش الليبي، لكن يبدو أن هذه المهلة لم تنجح. كان هناك أيضا بحسب ما اشترط مجلس شورى بنغازي، اشترط خروج المدنيين من قنفوضة عبر البحر وبحماية منظمات دولية والتوجه نحو طرابلس ومصراتة، لكن الجيش الليبي رفض. لماذا رفض هذه الدعوة مع أن يعني كانت تبتغي نفس الهدف وإخراج المدنيين ولو بطرق أخرى؟ هي إشكالية معقدة، وهذه القضية أخذت حتى أبعادا دولية، باعتبار أن منظمة Human Rights Watch تكلمت وأصدرت بيان فيما يخص هذه المسألة،
وهناك عدد أيضا من المنظمات الدولية والحقوقية، ولكن على الجانب الآخر أيضا القوات المسلحة، الرؤية الخاصة بها فيما يتعلق بهذه الأزمة أن هناك جماعات متشددة أصولية تتخذ من المدنيين العالقين هناك دروعا بشرية. في المقابل هناك من يقول بأن هناك عائلات ومعاناة وأطفال وأسر، وأن هؤلاء لابد من ممرات آمنة لهم. إذن نحن أمام سجال بين طرفين، كل طرف يعني يؤكد صحة أو دقة المعلومة التي يتحدث بها. وبالفعل كان هناك ممر آمن، القوات المسلحة يعني قامت بالإشراف عليه، بعض العائلات تقريبا حوالي 4 عائلات كانت قد مرت من خلاله. التخوف هو من، وأنا هنا أنقل وجهة نظر القوات المسلحة يعني من زاوية، التخوف من مسألة أن يمر عبر هذا الممر الآمن أي من الجماعات، منتسبي الجماعات المتشددة، أن يستعمله للمرور والفرار، وهذا ما ترفضه القوات المسلحة. طيب الجانب الآخر يقول بأن هذا كلام يعني غير صحيح، وأن من سيخرجون هم العائلات ولابد من خروجهم، وحتى المبعوث الأممي كان يشدد على هذه النقطة. طيب قيادة الجيش تحدثت أن لديها خطة تبتغي من خلالها الحذر فيما خص المدنيين بغية دخول قنفوضة. الآن بعد يعني بعد استعادة ربما العمليات العسكرية في ذلك الحي، كيف يبدو الوضع أيضا الأوضاع المدنيين؟ يعني يتحدث الجيش عن أن يتم اتخاذ هؤلاء المدنيين دروع بشرية، هل من معلومات حول أوضاع هؤلاء المدنيين في داخل ذلك الحي؟ نعم بالفعل، يعني هناك خطة تم الإشارة إليها دون الإشارة أو دون التركيز على تفاصيل، لأنها مسألة بالتأكيد عسكرية. يعني هناك تقدم حذر نتيجة وجود مدنيين عالقين في هذه المنطقة تحديدا، والقوات لا تريد أن تتورط في مسألة كهذه، والاشتباكات قد تؤدي إلى يعني سقوط ضحايا من المدنيين. هذه مسألة ستكون محل استهجان واستنكار، وهذا هو سبب بطء التقدم، أو نستطيع أن نسميه التقدم بحذر، باعتبار أن هناك طرف يعني لا ذنب له في هذه المعركة، ولا ناقة له ولا جمل، وهو قد فرضت عليه الظروف أن يكون في هذه المنطقة، وبالتالي هذا هو ما يفسر التعامل بهذا الشكل مع هذه المعركة تحديدا. هذا هو التفسير، يعني هكذا ينظر إلى الأمر. طيب باختصار أيضا سؤال أخير أستاذ محمد، يبدو أن الجماعات المتشددة بدأت متغلغلة في مختلف أو في أعلى كامل الأراضي الليبية، أيضا لها نفوذ واسع، وهي يعني تملك أسلحة بالنهاية وتملك عديد كبير، كيف من الممكن مواجهتها في ظل هذا الانقسام الليبي الليبي في المقابل؟ أنا أقول لك يعني أنا يعني أحترم هذا الطرح، ولكن الآن الجماعات المتشددة في ليبيا لم تعد بالقوة السابقة. الآن أنا أقول بأن هذه الجماعات هي تحتضر الآن، وأستدل بذلك على التقدم للقوات المسلحة في شرق البلاد، والتقدم لقوات البنيان المرصوص في مدينة سرت، ويعني قضاءهم على تنظيم داعش، والقضاء على تنظيم داعش والقاعدة أيضا في بنغازي وشرق البلاد. يعني هذه التنظيمات مرفوضة، لا حواضن اجتماعية لها، لا قواعد شعبية لها في البلد. هي يعني دخيل على المجتمع الليبي، وبالتالي لا أحد يمكن أن يوفر لهم هذا الغذاء الاجتماعي الذي هو متوفر لهم في دول أخرى موجود فيها التنظيم. هذه هي الخصوصية الليبية، نحن مجتمعنا يرفض هذه العناصر، يرفضها تماما، وهذا يضيق عليهم الخناق ويجعل من وجودهم في ليبيا مسألة صعبة، إلا في شكل جيوب وبعض الخلايا التي يعني تختبئ هنا وهناك وسيتم مطاردتها والقضاء عليها. المشكل الآن في ليبيا أصبح مشكل سياسي بالدرجة الأولى، نحن يعني قاب قوسين أو أدنى من القضاء على هذه الجماعات التكفيرية. بكل أحوال ما حدث اليوم في بنغازي من احتفالات بالمولد النبوي الشريف يحيي بذلك، يعني عدم الرضوخ لهذه الإملاءات من قبل التيارات السلفية بعدم الاحتفال. الأستاذ محمد السلاك الكاتب الصحفي الليبي حدثنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أظهر مقطع فيديو زعيم أنصار الشريعة المتطرف في تونس سيف الله بن الحسين والملقب بأبي عياض في ليبيا
وهو ينعى زعيم التنظيم محمد الزهاوي في ليبيا أيضا. الفيديو يظهر أبو عياض وهو جالس أمام جثة الزهاوي أثناء نعيه وصفا إياه بزعيم أنصار الشريعة في تونس وبرجل المرحلة، وأن بنغازي وليبيا ليست من خسره فحسب بل الأمة الإسلامية بالكامل وفق ما قال. وانتقل أبو عياض إلى ليبيا منتصف عام 2013 وهو المطلوب الأول في بلاده. وليست بنغازي أو ليبيا من خسرت، وإن أمة الإسلام من خسرت في هذا الوقت العصيب الذي تمر به. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا أمثالك وخير منك بإذنه، حتى نكمل المشوار للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. أجدد وأقول لست أدري كيف اجتمع الحزن والفرح في قلبي. فككت وحدات مكافحة الإرهاب في تونس خلية إرهابية وأوقفت 6 أشخاص في محافظة المنستير شرق البلاد، كما أفاد مصدر أمني بإحالة الموقوفين على القضاء المختص في مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس، وذلك لمواصلة التحقيق معهم. قرر الأسيران الفلسطينيان أحمد أبو فارة وأنس لشديد تصعيد إضرابهما عن الطعام بدءا من مساء اليوم. ووفق مراسلة الميادين فإن التصعيد يشمل مقاطعة المحاكم العليا والعسكرية ووقف شرب المياه. موقف الأسيرين يأتي بعد رفض محكمة الاحتلال الإسرائيلي تقرير الأطباء الفلسطينيين بشأن تدهور وضعهما الصحي، وبعد تبنيهما قرر نيابة الاحتلال القاضي بعدم إلغاء الاعتقال الإداري للأسيرين ورفض نقلهما إلى مشفى فلسطيني. في إيران بحث مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولاية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. الطرفان ناقشا المبادرة التي أطلقها الجهاد الإسلامي في تشرين الأول أكتوبر الماضي لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني. شلح كان قد التقى ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أيضا. تتواصل منورة محمد رسول الله الرابعة في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، والتي تنفذها القوة البرية للجيش الإيراني بدعم من القوة الجوية ومقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي. هذه المناورة التي تستمر 3 أيام شهدت في يومها الثاني اختبارا ناجحا لصواريخ طوفان الاعتراضية والتي أطلقت من مروحيات كوبرا 209 و214، وهي تسعى إلى تقييم استعداد الوحدات المشاركة في مجال التحرك التكتيكي ونقل الخبرات وكيفية التعامل مع التهديدات واستخدام المنظومات الدفاعية الجديدة. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الجيش السوري وحلفائه يحررون أحياء السكري والشيخ سعيد والفردوس جنوب شرق حلب ويتقدمون في حيي بستان القصر والكلاسة. عائلتك وين؟ أهلك وين؟ ورا الحبة. حبيبي لا حبيبي. عشرات العائلات تنجح في الهروب من إرهاب داعش في الموصل، والحشد يحرر قرى على طريق تلعفر. الجيش الليبي يغلق كل المنافذ أمام المسلحين في حي قنفودة غربي بنغازي. وكان في النشرة الليبيون في بنغازي يحيون ذكرى المولد النبوي الشريف برغم دعوات التيار السلفي إلى منعها. المزيد زوروا صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين باللغتين أو باللغة الإسبانية. إلى اللقاء.